ودي ومع الفريق البرازيلي يومها كان ويبر لاعب هنا خطرة جول جول برينستاغو بخطأ من الدفاع الشرجاوي خطأ من الدفاع الشرجاوي إذن برينستاغو يفتتح أول الأهداف الآن في الدقيقة 5 من بداية المباراة لا البداية فيها هدف البداية فيها هدف وإن شاء الله راح تكون مزيد من الأهداف إن كان للشارج للشباب ما يهمنا شايف يا سلام يا برنس يا تاغو وضعها بشكل حلو شوف خطأ دفاعي تماما وعلى طول يحرز